الخيل كرمها الله سبحانه وتعالى وانا اللي كيعرفوا مراد اسمر كيعرفوني عاشق للخيل لدرجه الجنون مهووس بالخيل وكندير الخيل على قدي رغم الاعاقه اللي عندي ورغم المشكلة اللي عندي في رجلي اليسرى ولكن الحمد لله ربي يعني ما حرمنيش من هاد من هاد النعمه ومن هاد الجماليه ديال ركوب الخيل وهي شيء جميل ربما انا ورثته من لي كان جدي الله يرحمه كان كيبقى يهضر لي على زمان ايام زمان ايام كانوا الخيل هما وسيله النقل وهذا و... كان الخيل عنده دور كبير في الحياه اليوميه في المغرب هو الحصان ثقافه دوليه عالميه ماشي غير في المغرب ولكن احنا عندنا طريقتنا يعني اللي كنحتفلوا بها وكنحتفيو بها هي الفونتازيا اللي هي كان تقليد الحروب ومن ثم بديت كنعشق اول حاجه كنرسم الخيل اللي كيعرفوني انا كنرسم طابلوه ديال الخيل لان انا كنرسم في نفس الوقت من غير الغناء والموسيقى عندي الرسم وكان وكان قرأ تاني كان حاول نقرأ على التاريخ الخيول وسلالات الخيول اللي كنا في الأرض اللي كنا في, 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 في العالم ومن هنا جات ال الحب ديالها كيزيد كيكبر يوم على يوم وأنا كان فتخر الهواية لأنها فعلا جميلة وكتعطيك واحد الطاقة إيجابية وكتعطيك الخير كله غادي يقول لك الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهذا حديث نبوي شريف عموما انا من كنكون مع الخيل كيفاش كندوز نهاري كن 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 مع الخيل كننسى راسي كننسى راسي كومبليتمون ملي كنكون مع الخيل كننسى كلشي كنسى كان خصوصا العود والطبيعه يعني هذا احسن دواء للانسان والله لا يحرم شي واحد من هذه المتعه وشكرا السلام عليكم معكم الفنان مراد اسمر صاحب أغنية مرايا شمعة صبية بين عليك قلبي راضية عليا فنان مغربي ولد الشعب كيدير فيديو لقناة الشعب ولاد الشعب هذا الشيء نقدر نقول الجديد ديالي أنا بصدد تحضير واحد جوج أغاني سينجل بعد ما درت الأغنية مؤخرا ديال راضية عليا وكنتمنى ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجمهور الكريم و وكنتمنى تشوفوها قريبا باذن الله على قناه اولاد الشعب أه بالنسبه لرمضان أه طبعا بحالي بحال كاع المغاربه يعني كنتلاقاو مع العائله ومع الاصدقاء وكيكون واحد الجانب ديال العبادات وداكشي كيكون لان رمضان هو شهر العباده أه وكتشوف الناس اللي شحال ما شفتيهم غالبا أه كت... كتحاول تواصل معاهم وبحالي بحال اي واحد مغربي يعني ما كاينش شي حاجه اللي جديده اللي لي انما الحياه العاديه كان كان كنفيق بكري شويه ما كنبقاش نعس بزاف كنحاول نفيق بكري باش نقضي الاغراض ديالي وهذا الشيء اللي كاين آه... كان خروج لك قدام مع الدار ولا هذا شي حاجه يعني هذا الشيء اللي كندير عادي بحال كل مغربي بحال كل انسان فكيكون صايم وهذا بالنسبه للدراما والتلفزيون الا كتشدني شي حاجه راهي ماشي انا اللي كنقرر الا شدتني شي حاجه و وخ... يعني كتلقى كتلقا عجبك بلا ما تحس و كتلقاك انت متبعها فالدراما سواء مغربيه او عربيه فلا تب... لا تبعت شي مسلسل ولا أو عجبني شي حاجه راه كنتبعو شي قصه كانت مميزه هادشي اللي كاين <applause> بالنسبة للمواقف بزاف ديال المواقف اللي وقعت لنا في المسار الفني أنا دابا حاليا كنتذكر واحد القصة كانت وقعت لي في برشلونة <applause> غادي طالع قبل ما يلاه يق... يلا قدموني وكنت لابس واحد الجابادور لبسة مغربية كانت بواحد مناسبة وطنية ودايرين ميراجان كبير في برشلونة وفي الهواء الطلق ومشيت الله غادي نطلع والجابادور جاب لي اللحظة ويدير هو يتقطع تقطع, <applause> <تقطع ليا من الكتاف وكان في عرض ازياء وكان ذاك النهار كاين سهره كبرى وعرض ازياء ويعني بزاف الانشطه فكانوا لي مانكان وذا كيخيطوا لي كيحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه ساعه الحمد لله غير طلعت فوق لاسين ويجي شي حد طلعوا بالرايه المغربيه وغطاو لي كتافي يعني ستراتني الرايه غطاتني وسترات لي ديك ديك فقلت الحمد لله يعني ما شي حاجه اللي غتسترك احسن من الرايه ديال ديال البلاد ومواقف طريفه بزاف كتوقع للفنان يعني في شحال من حاجه كتوقع يعني في في الحياه ديالو يعني بعض المرات كتكون في الاول كتكون كتبكينا كاع يعني ولا من بعد كنتفكروها كنقولوا كتولي ما كتولي طريفه وكنضحكوا عليها وكنسلم على المتتبعين ديالي عبر قناه ولاد الشعب وكنتمنى اني نكون ضيف خفيف عليكم وكنتمنى دائما يا ربي لقينا معكم في ساعه الخير وشكرا مراد اسمر